Thank you.
واهلا اهلا يا سكر، اهلا فيكم على فيديو اليوم. معكم بيان ورجعت لكم من جديد، نورتوني وميت اهلا وسهلا فيكم، وان شاء الله يا ربي هيك تكون قناتي فيها شيء يلامس قلوبكم ويكون مفيد لكم كمان بنفس الوقت. اليوم بلش روتيننا بشي دسم، عملت معكم المنسف السوري او بالاحرى المنسف الجولاني. بالجولان كتير بنعمله بالأفراح بالأعراس بالعزايم، فحبيت شاركه معكم مثل ما ماما كانت تعمله تقريبا، يعني حاولت قدر الإمكان. أكيد هي لسه أشطر بكتير. وبعد ما أخذت هيك استراحة طويلة بعد العصر، قلت لحالي على المساء صار لازم أقوم هيك ضبضب ورتب شوي. في عندي هيك شوية أغراض بدهم توضيب يعني بأماكنهم، ولكن وين كانت المفاجأة؟ اجيت لحط الزعتر بمكانه، طلعت هيك على الدرج، يا الله قد مكركب، يعني ما فيني حتى احطه يعني. فقلت لحالي شو رأيك يا بيان تقومي تنظفي؟ رح نظفه وبعدين افتح الكاميرا. قلت لحالي لا خلص خلينا على الواقع، خليني نظف معكم ورتبه معكم، ويعني منه انه بصور هذا الشيء وليش لا. أول شي نزلت الأغراض اللي بالأدرج واحد واحد وصرت نظف المكان. هلا هو المكان صراحة يعني كتير موسخ، ولكن كتير مكركب يعني أكتر من إنه موسخ. فهون هي العجقة اللي بالسلة صايرة مو طبيعية، كل ما أجيب شي خلاص بحط الكيس مثل ما هو بالسلة، فما عاد عرفت أصلا شو فيها السلة. طلعت الأغراض اللي بالسلة وأنا عندي أصلا منظمات كتير، الحالي خلاص خليني أستفيد منهم وحطهم بألبوم. وصرت هيك كل شي بقايا عندي بالأكياس حطهم بالمنظمات أو بمرطبانات ورتبهم.
السلة نفسها رجعت حطيت فيها أكياس، بس حطيت فيها الأكياس اللي عن جد ما فيني أحطهم بمرطبانات، أو حطيت بالأساس إنه بمنظمات ومرطبانات، ولكن زاد شوي منهم فحطيتهم بقلبهم. ومثل هدول البرغل والعدس خلص إنه بستخدمهم مرة واحدة وخالصين. هون النشا، حطيت السميد، يعني هيك شوية. أنا بالأساس حاطة فيها شغلات الفطور، يعني المربى، الزعتر، يعني هيك مرطبان مرطبان من كل شيء. والسلة اللي حطيتها حتى هي اللي هلا رتبناها معكم، وهدول المنظمات اللي كمان طلعتهم من قلب السلة هيك رتبتهم. وهلا نجي بنحط الزعتر اللي بالأساس رتبنا كل شيء مشان نحطه بقلب هي السلة. هلا هون عندي هي العلبة فضيانة، فحطيت فيها كركم. هذا الكركم هيك بيجي مثل الزنجبيل المجفف، كتير ظريف بالطبخ صبايا، وحتى يعني مفيد كتير. هلا بنجي على الأغراض اللي بدنا نحط بالبرد. هون حاولت كل شي، عسل زوايد عسل حطهم بقلب المرطبان وخلص، يعني انه مشان ما يضل بقايا بكل علبة شوي شوي. واخيرا البقدونس اللي نقعناه بخل، هلا غسلته كتير منيح ورح افرمه ورح احطه بالحافظة، بتنحط بالبراد معي. اول شي حطيت محارم، بعدين بفرمه، بعدين بحطه بقلبه، بعدين اذا بدكم فيكم تحطوه على الوش كمان محرمة وتسكروه وتحطوه بالبراد، كتير بيحافظ على حاله. وانت ما عملتوا سلطة فيكم تستخدموه، او حتى للطبخات، يعني شغلة بحسها بتريح. هون صبايا جبت خل للشعر، ما بعرف اذا هو منيح ولا لا، رح اجربه واحكي لكم. وهون اجيت اخذت ماسك للايدين، لانه اليوم اهتروا ايدي صراحه، كتير تعبت. انتو عم تشوفوا الروتين المسائي، لسه كان في روتين صباحي مبلشه فيه، فهيك رح اخذ هلا بريك صغير وارجع.
هلا بعد ما رتبت المطبخ، مسحت الأرضيات، مسحت المجلة وحقنت كل شيء وهويته كمان، قلت لحالي هلا رح شغل شمعة ريحتها حلوة لتعطر المكان. وبنفس الوقت هون كان جايب جوزي كيك. بدي أقولكم إنه أحلى وقت عندي باليوم هو هذا الوقت، بعد ما يكون تنظف المطبخ وترتب والبيت يعني مرتب نوعا ما، والولاد هيك بلشوا يدبلوا وينعسوا، فهيك بحسهم إنه خلص إنه كمان خفت الكركبة بالبيت من غير شر، و صار فيني هيك أعمل مونتاج لشي فيديو، صار فيني أحضر مسلسل، أو حتى خلص هيك يعني نام وارتاح. لأنه أوقات عن جد الأم بتكون تعبت كتير بس بدها تنام، ما بدها تعمل أي شيء، وبيكون هي أحلى مكافأة. أصلا من العادات اللي عم حاول التزم فيها فترة المساء هو قراءة شوية قرآن. بالعادة بقرأ الفجر، ولكن المساء نادرا ما أقرأ، بحس حالي بكون تعبانة. بس لا، هي الفترة عم حاول إنه قد ما فيني أقرأ، خصوصا سورة البقرة. صار لي فترة عم حاول إنه كل 3 أيام أختمها، فهذا الموضوع جدا مريح، جدا فرق معي. وهيك بنكون وصلنا لنهاية فيديو اليوم. مثل العادة ما تنسوني من دعوة حلوة، وإن شاء الله كل الدعاوي الحلوة اللي بتتمنوها الله يرزقكم فيها يا رب. هلا صار لازم إني وداكم وأحكي لكم. مع السلامة، باي باي.